تقديم متابعي قناة الأهلي في كل مكان، مستمرين معاكم ولقاءات ما بعد مباراة الدحيل وبداية الاستعداد كمان على هامش مران اليوم الأول للأهلي استعدادا لمباراة بايرن ميونخ. معايا في هذه اللحظات مستر بيتسو موسيمانيا مدير الفني للنادي الأهلي وأيضا دكتور عمرو محبة القائم بأعمال الترجمة. مستر بيتسو في البداية طبعا برحب بيك وببارك لك على الفوز الهام جدا وفي كأس العالم للأندية على فريق الدحيل. Shukran, thank you. Yes, you're right. We had a good game. We won the match. Of course, mistakes are there to correct, but we should also look on the positive side of the way we played, mostly in the first half, and also with a good goal. So there were a lot of positives. بالحقيقة بشكرك وفعلا زي ما بتقول كان ماتش مهم وكان فوز مهم وكان في حاجات كويسة كتير برغم طبعا في حاجات لازم في حاجات فيها حاجات يعني فوز فيها كوركشن فيها تصليحات نصححها بس بنبص على الجانب الإيجابي كان ماتش عملنا ماتش كويس خاصة في الشوط الأولاني وكان في جون كويس سجله الشحيح جون حلو وكسب المباراة. أصعب لحظات المباراة من وجهة نظره في الشوط الثاني تحديدا وإزاي قدر إن هو يستطيع التعامل معها في ظل القدرات الفنية الكبيرة عند فريق الدحيل القطر. Yeah, there were mistakes, few ones that we can easily talk about because everybody remembers this, where we gave the ball a little bit away in our own half, and where we did not close the sides, especially on the right hand side in the last 10-15 minutes, we could not close the balls. But yeah, there are many, but you can't just remember everything out of your heads, out of your head. But yeah, we gave the ball away, and we didn't also help to close the sides because they rely on playing for the crosses. But it's okay. Football has got its own good stories, and football has got its own challenges. And what is important is celebrate the good things. And when we came here, what did we want to achieve? We said the first step is to go to the semifinals. We are there. Yes, any team, if you think we made mistakes, what do you think Duhail will say? They also made the mistakes. Everybody makes mistakes. The Korean teams also made mistakes. So we all make mistakes. We are not perfect people, and we are not perfect human beings. And there's no team that is perfect. You know what I'm trying to say? And criticism will always be around, will always be there. But we accept criticism. It's okay. It's part of football. You know, we, at this point in time, Ali is in the place where it's supposed to be. وبيقول حضرتك طبعا كان في حاجات سلبيه خاصه في الاوقات الاخيره في الدقائق الاخيره اخر 10 دقائق الباص ما كانش مظبوط كان طويل شويه ما كناش بنقفل كان في سايبين مساحات خاصه في الناحيه اليمين ما كناش بنقفل كان هم الدحيح بيلعبوا بيعملوا لونج باس وبيعملوا كروسات احنا ما كناش بنقفل الكروس فكان في مشكله بس قدرنا الحمد لله نتلعب بالمباراه وانا مش لازم اتكلم بس عن الحاجات السلبيه فده اتكلم عن الحاجات الايجابيه هم الدحيح برده لو بصوا هيلاقوا حاجات سلبيه عملوها في ادائهم فالمفروض نبص للحاجات البوزيتيف والنيجاتيف الحاجات الايجابيه والسلبيه فريق كوريا برضه وكل فرق لعبت اكيد عندهم اشياء سلبيه بس الهدف الاساسي لما جينا هنا قلنا عايزين نيجي عشان نتاهل لنصف النهائي والنهارده تاهلنا لنصف النهائي فدي حاجه ايجابيه المفروض نحتفل بده ونحتفي بيه اكتر من نتكلم حاجات سلبيه الحاجات السلبيه هنصلحها بعد كده قبل المباراه الجايه